في سؤال ثاني من واحد من أخونا سليمان وأوصاني أن أبلغك إياه وأنا ما أريد أبلغك إياه. هو سؤال عن ردك على البوتي، على فقال ردك بتعبير يعني كان شديد، يعني شوية شديد اللهجة. لا هو محق في تعبيره، محق في بس، لكن هو محق، لكن يقول اخونا انا قلت انا مش انا كلامي، هو كلام انا حبيت يعني بامانه اوصله للشيخ، ويقول تعبيره يعني كان شديد اللهجه، وقد يكون صحيح كلامه لكن اسلوبه شديد، كان شديد، والبوطي هو عالم العلماء، فهو يريد الاسلوب ان يكون خفيف شويه. ما ادري رد الشيخ على ذلك. ردنا نقول لهذا الاخ المجهول عندي اسمه ما بيهمني اسمه عبد الله، لانه اذا سميت اللي ما راح اعرف ما هو. كتب لي كمان ورقه عشان بخط يده. ما اعرف هذا الانسان، هل هو عرف البوطي؟ هل عرف موقفه من الدعوه، دعوه الحق؟ يقينا لم يعرف. هو مثله مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه، وهناك رجل ثالث قال آذاه، وهو محق في قوله آذاه. ليه؟ لأنه رأى ضاربا ورأى مضروبا، لكن هذا الرأي الثالث لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة، هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هو متشدد؟ ما يقول. إن شاء الله ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي. لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة الإخوان المسلمين. اسمع نص الكلام ما عليه جواب عندنا. لا أقول إما هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا، لا بد من واحد منهما. ولا حزبيا ولا فكريا، لأنه لا يمكن إلا واحد من الثنتين. أنت هجناه سلفي، وهو يأخذ أفكاره من الشيخ بن باز وعليكم السلام وبركاته، يعني كتب الولاء والبراء عليه يا أخي. لكن هو عالم الانطلاق الكبرى، هو إما أن يعرف البوطي إما أن يعرف البوطي أو يجهله، فإن كان يجهله فسبق الجواب. فقد يجهله، اسمعني، فإن كان يجهله فقد سبق الجواب، وإن كان يعرفه فهو أحد رجلين، إما إخوانجي أو أنه على ضد. طول بالك يا أخي، نص الكلام ما عليه جواب. ويرضى عليك، أنا ما عم أقول لك لا إله، تلي لا في إله، خليني أكمل. إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين هؤلاء، الذين ايش هؤلاء؟ هذون سياستهم تجميع الناس وتكتيلهم ورضا عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي والى اخره، هذه دعوتهم. فهم ينكرون استعمال الشده مطلقا، وهذا ليس اسلاما. انكار استعمال الشده مطلقا ليس اسلاما. شو رايك؟ كلامك حقيقه طيب. طيب انا الان اسمعك حديثا انقله لصاحبك هذا. قال عليه الصلاه والسلام: من تعزى، واظن انه ما كونه يمني ومشهود لهم بالفقه بحديث الرسول عليه السلام، الفقه يمان والايمان يمان، لكن بسبب البعد عن هداك الفقه يمكن ما لا يفقه ايش مقصود حديث الرسول عليه السلام. من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. آه.
هذه شدة، شدة بلا شك في منتهى الشدة. من تعزى بعزى الجاهلية فعظه بهني أبيه، لكن هذا الذي استعمل هذه الشدة هو الذي خطب بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الذي قيل له وإنك لعلى خلق عظيم، فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذي قال هذه العبارة التي يستنكرها أمثال هذا الأخ الذي يقول أنا استعملت الشدة على البوطي. هو لا يعرف البوطي، هذا أحسن الظن فيه، وإن كان يعرفه فإذا ورد الاحتمال الثاني. طيب بدنا نصلي يا الله.